السادة الحضور، إن مشكلة المياه وتوفيرها بدأت تؤرق العالم أجمع، ولا شك أن استخدام المياه العادمة المعالجة سيوفر مورداً مستداماً لزراعة المستقبل. وقد خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات رائدة في سبيل توفير العيش الكريم لشعبها. اسمحوا لي جميعاً أن أدعو معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه لإلقاء كلمة راعي المؤتمر، فليتفضل مشكوراً. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والأخوة، الأشقاء الكرام، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي، وأن أرحب بكم كذلك في هذا المؤتمر الذي يعقد برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية نائب حاكم دبي حفظه الله. هذا المؤتمر الذي سيناقش على مدى يومين أهم القضايا المتعلقة باستخدام المياه العادمة المعالجة في الإنتاج الزراعي، والتي باتت تكتسب الكثير من الأهمية في ظل الضغوط والتحديات المتزايدة التي تعرض لها الموارد المائية في وطننا العربي الكبير، باعتبار أن الموارد المائية المتجددة المتاحة للفرد في العالم العربي هي الأدنى في العالم، حيث تناقصت حصة الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة بصورة حادة في العقود الخمسة الماضية، من 3500 متر مكعب في عام 1960 إلى حوالي 1000 متر مكعب حالياً. وتوضح المقارنة بين هذا المتوسط ومتوسط حصة الفرد على المستوى العالمي الذي يبلغ حوالي 6000 متر مكعب حدة الندرة المائية التي يعاني منها وطننا العربي. ومن المتوقع أن تواصل حصة الفرد انخفاضها في المستقبل، تفاقم الزيادة السكانية المتوقعة وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الرقعة الزراعية اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وما تنطوي عليه التغيرات المناخية من تأثيرات سلبية على قطاعي المياه والزراعة بشكل خاص. وهنا تكمن قيمة وأهمية المياه العادمة المعالجة، والتي تمثل أحد أهم موارد المياه الغير تقليدية والمتجددة التي ينبغي لنا الاستفادة منها واعتمادها كأحد الحلول الفاعلة لمعالجة الأمن المائي والأمن الغذائي في وطننا العربي. السيدات والسادة، أدت ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة في دولة الإمارات إلى تزايد أهمية هذه الموارد والمحافظة عليها، وأدى اتساع الرقعة الزراعية الذي ترافق مع زيادة كبيرة في عدد السكان وفي الأنشطة الاقتصادية في العقود القليلة الماضية إلى تسارع الفجوة بين معدلات السحب من مخزون المياه الجوفي ومعدلات التغذية، الأمر الذي تسبب في حدوث تأثيرات سلبية على هذا المخزون من حيث الكمية والنوعية وقدرة هذا المخزون على تلبية الطلب المتزايد على المياه في مختلف القطاعات. وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق أقصى قدر من التوازن بين قطاعي المياه والزراعة، قامت دولة الإمارات بالتركيز على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة الري، سواء من خلال تعميم استخدام الطرق الحديثة أو من خلال تبني أنماط ومحاصيل ملائمة للبيئة المحلية وأقل استهلاكاً للمياه. وقد تركز جانب كبير من هذا الاهتمام على تعظيم الاستفادة من المياه العادمة المعالجة التي تقدر كميتها بحوالي 600 مليون متر مكعب سنوياً، وتمثل حوالي 12 إلى 15% من مصادر المياه بدولة الإمارات. والمناسبة في دولة الإمارات توجد انشئت أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في أواخر 1960، فالحمد لله لدينا تجربة أكثر من 50 عام في دولة الإمارات في معالجة مياه الصرف الصحي، وانشئت أول محطة هنا في إمارة دبي. ولتركيز هذا التوجه جاءت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية، لتؤكد من بين أمور أخرى على وضع سياسة زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي
وتنويع استخدامات المياه المعالجة في مختلف القطاعات، وتنسيق التدابير الرامية إلى زيادة استخدامها، وتنسيق حملات التوعية للتغلب على مخاوف الجمهور. ومن المنتظر في ضوء النتائج الإيجابية للعديد من التجارب الحالية وفي تطبيق الإمارات لنهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، أن تشهد السنوات القادمة زيادة مهمة في استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات، وأن يصبح هذا المورد جزءاً أساسياً في الموازنة المائية وفي جهودنا لاستدامة مخزون المياه الجوفية. لعل المناسب هنا الإشارة إلى تجربة إمارة أبوظبي التي يقودها جهاز أبوظبي الرقابة الغذائية في الاستخدام المياه المعالجة للاستخدام الزراعي، وهي معالجة رباعية، والحمد لله التجارب الآن تبشر بالخير في استخدام هذا المورد في الجانب الزراعي، وهي تجربة أدعو الجميع للاطلاع عليها في إمارة أبوظبي. السيدات والسادة، إننا ندرك حجم التحديات والمخاوف التي تواجه استخدام المياه العادمة وتحويلها إلى جزء أساسي من مصادر المياه العربية، بيد أننا ندرك أن في الوقت نفسه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجمة التي يمكن وفر هذا الخيار، والحاجة الماسة لإيجاد مصادر غير تقليدية ومستدامة لمواجهة التناقص المستمر والحاد في نوعية في الموارد المائية العذبة المتاحة في وطن العربي، والتي قد تؤدي إلى إعاقة جهودنا الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أن هذا المورد هو هدر غير مبرر لفرصة سانحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي بوطن العربي. ونحن نعتقد بأن الاهتمام يجب أن ينصب من الآن على إجراء تقييم دقيق وواسع للواقع الحالي للمياه العادمة المعالجة في الوطن العربي، يشمل كميات المياه العادمة المنتجة والمعالجة والمستخدمة فعلاً في القطاعات المختلفة وتقنيات المعالجة والعائد الاقتصادي، بالإضافة إلى تقييم السياسات والتشريعات والممارسات الإدارية والمبادئ التوجيهية والمعايير الوطنية ومقارنتها بمثيلاتها على المستوى العالمي، والآثار البيئية لاستخدام المياه المعالجة على التربة والمحاصيل الزراعية، ودراسة التجارب المختلفة ونتائج البحوث والدراسات العربية والدولية واقتراح الأسس اللازمة لتطويرها وغيرها من العناصر ذات الصلة، لتكون أساساً لبناء استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز استخدام المياه العادمة المعالجة في الإنتاج الزراعي. آملين أن تشكل مناقشات هذا المؤتمر وحضوركم الكريم والخبرات والتجارب المتبادلة فيه مساهمة جمة جدية في هذا المجال. السيدات والسادة، أخيراً لا يسعني إلا أن أكرر ترحيبي بأشقائنا وضيوفنا الكرام من أنحاء الوطن العربي والعالم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة والإعراب عن خالص الشكر والتقدير إلى المركز الدولي للزراعة الملحية وإلى البنك الإسلامي للتنمية وهيئة البيئة أبوظبي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والقاحلة والشركاء الاستراتيجيون في تنظيم هذا المؤتمر، متمنية لكم طيب الإقامة في دبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.